مدينة حمص التي استهدفها الإرهابيون بسيارتين مفخختين في شارع الحضارة بحي عكرمة السكني. التفجيران الإرهابيان أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة 40 آخرين بينهم أطفال ونساء. هذه عصابات الشر والإرهاب ذاتها، وهذه بصماتها تتنقل من مكان إلى آخر على الأرض السورية. ترتفع وتيرة إجرامها مع كل تقدم يحرزه جيشنا الباسل على طريق النصر والخروج من الأزمة. حمص وتحديدا في شارع الحضارة بحي عكرمة السكني فجر إرهابيون سيارتين مفخختين بكميات كبيرة من الأسلحة بعد أن ركنوهما وسط الحي المزدحم بالسكان، ما أدى إلى استشهاد 4 من المدنيين الأبرياء وإصابة 40 آخرين بينهم أطفال ونساء، وألحق أضرارا مادية جسيمة في منازل المواطنين ومحلاتهم التجارية والبنى التحتية من شبكات هاتف وكهرباء. هدول ما لهم بني آدمين، هدول إطلاقا ما لهم بني آدمين، ولا بيمثلوا للإنسان ولا للدين ولا للدنيا ولا للحيوان، هدول ما في لهم صفة إطلاقا. كنا واقفين مقابل مطعم على كيفك، انفجرت سيارة مقابلنا يعني من جهة المطعم، وكنا ناطرين 20 طفل يجوا يعزفوا موسيقى لأنه كان في احتفالية عم بيقوم فيها الحزب السوري القومي، والحمد لله أنه كانوا الأطفال عم يتغطوا بمطعم بعيد 20 متر ونفدوا يعني بأنه ما أجوا. ربع ساعة لو أجوا كان بتوقع الموضوع اخترف كتير. يعني الإسلام بيطلب منا نحن كل عام وانتم بخير، بيطلب نكون بخير، بحب بعضنا، نكون لبعضنا، ممكن نقتل بعضنا، نفجر بعضنا. الجريمة الإرهابية لن تزيد شعبنا إلا أصرارا على الصمود، فالجرحى أكدوا أصرارهم على متابعة حياتهم، فالإرهاب لن ينال من عزيمتهم. مو حرام كلها أطفال وكلها شباب وكلها هذه تروح هذه هالمجرمين هالقتلة، لأنه فشلوا بكل مناطق سوريا، وبإذن الله آخر نفق لهم. معي الطفل عم حطه بالسيارة نايم ما شوف الشباب. نحن شعب بحب الحياة، ولأن بنحب الحياة رح نلفظ الموت، والإرهابيين بنوعدهم مثل ما عم يدعمون، نحن بدنا نسحقهم سحق. كلياتنا جنود لهذا الوطن، كلياتنا بدون أي استثناء جنود لهذا الوطن. حاليا نتائج بكالوريا وفي حركة عالم بالشارع، مستهدفين فحوص طلاب جامعات، حلت اليوم آخر يوم امتحانات الجامعات. فشلوا هدول الجرادين، ما بيسووا شيء علينا، ما بيأثروا. نحن كلياتنا شهداء فدا الوطن. هذه التفجيرات التي تستهدف السوريين بأمنهم واستقرارهم ما هي إلا تعبير دموي عن حقد أعمى تجاه سوريا الصامدة، وستكون نارا تحرق المجرمين القتلة، ونورا يكتب صفحة جديدة في سجل الانتصار السوري.